ما بنسمع عن بطل كل اللي بيجي في بالنا هو لحظة تحقيق البطولة، لكن في الحقيقة سر البطولة في مشوارها، مشوارها اللي مليان بالتحدي والصعوبات والإصرار والمثابرة. وعلشان ده يحصل لازم يكون في وجود الدعم والسند اللي يشجعك ويعينك علشان تكمل مشوار البطولة. وعلشان كده معانا النهاردة مدام ولاء هتحكي لنا كواليس رحلتها ورحلة بطولة أولادها في حلقة جديدة من البطولة أمهات. ونتعرف ببطلتنا النهاردة. أنا ولاء مامت عندي بطلين رياضيين، أروى محمد لعبة باسكت، وعندي فارس محمد لعيب هاندبول. أروى لعبة باسكت في نادي الأهلي، وفارس لعيب هاندبول في نادي طلائع الجيش. أروى أنا عندي ولدين وبنوتة. أروى دون عن إخواتها يعني بدأت الرياضة بدري شوية في سن صغير، في سن سنتين ونص كان اخواتها بيلعبوا سباحه، بيتدربوا سباحه، وفجت فجاه كده نزلت معاهم البسين، فالكابتن اعجب بيها فراح قال لي خلاص نزليها معاهم البسين وكده. فدخلت سباحه مع اخواتها لفتره معينه سنتين كده، وبعدين وقفنا شويه، وبعدين اتجهت للجمباز من سن 4 سنين، لعبت جمباز برده فتره معينه وكملت، راحت عملت ستوب، وبعد كده دخلت بقى سباحه، كملت سباحه وعجبت، كانت بتروح النادي تتفرج كده على الباسكت، فعجبت بالباسكت شويه، فالكابتن قال لها عايزه تلعبي باسكت، فقالت له ايوه، فراح قال لها بس انت قصيره شويه، فجربها لقاها ما شاء الله يعني صوبت على الباسكت كويس، فدخلها الفريق. كان طبعا كان سنها صغير، وكانت برضو بتتدرب، وقفت بقى جمباز وكملت في السباحه، وفضلت فتره كبيره باسكت وسباحه لغايه بس 4 سنين. اول ما ابتدت تخش بطولات في السباحه قلت لها لازم تختاري لعبه من الاثنين، بين الباسكت وبين السباحه، فقالت لي لا انا عايزه اكمل في الباسكت، وانا حاسه ان انا يعني هدي اكتر في الباسكت، فبالفعل هي كملت لها في الباسكت. وبس هي دخلت في الاول فرق صغيره يعني، كملت في الباسكت، دخلت على طول فريق، ما دخلتش بقى اكاديميه ولا حاجه، دخلت فريق على طول يعني، وما شاء الله عليها يعني، حاسه ان هي موهوبه، فبتدي في الباسكت ما شاء الله كويس يعني. وعلى فكره احنا اصلا من اسكندريه ولسه جايين النادي الاهلي بقالنا سنه ونص، وما شاء الله اثبتت برده جوده في النادي الاهلي، وكان ده حاجه عظيمه قوي ان انا اجيبها من هنا مكان لمكان وتثبت وجودها في المكان الجديد اللي هي موجوده فيه يعني. معاناه الام مع اولادها شيء مطلوب منه وبيبقى حاجة حلوة على قلبها. قوليلي بقى المعاناة لأم أبطال بتبقى أكيد مختلفة. هي مش معاناة بمعنى الكلمة يعني، لأن احنا بنتعب مع أولادنا وبنديهم كل اللي هم عايزينه، يعني أكيد بنلاقي مقابل قصاد دوت، بنتعب شوية معاهم بس أكيد في ثمرة في الآخر يعني. وبعدين احنا بنبقى مبسوطين جدا لما بنلاقيهم مجتهدين في الدراسة، مجتهدين في الرياضة، وماشيين في طريق كويس، ودي حاجة كويسة بتبسطنا يعني، فدي بتشيل دي، فالحمد لله يعني. التواجد اليومي في النادي في فترة الدراسة أكيد بيأثر عليهم وبيأثر على دروسهم ومذاكرتهم، هل الرياضة أنت شايفة أنها عائق في القصة دي، ولا بالعكس هي بتنمي جواهم روح أن أنا عايزة أذاكر أكتر أو أخلص اللي ورايا بسرعة وبدقة علشان أشوف التمرين والحق أروح التمرين؟ لا، هو مش الموضوع كده خالص، الموضوع أن إحنا عشان إحنا بدأنا الرياضة في سن بدري قوي، فإحنا البيت متكستم عندنا، لأن إحنا عندنا بطلين رياضيين اتنين، فمن هي صغيرة إحنا عملنا ديل مع بعض أن إحنا طالما هنلعب رياضة يبقى العقل السليم في الجسم السليم، يبقى مش هنأثر في دراستنا، يبقى الرياضة بتكمل التعليم، والاثنين بنزين مهمين جدا في كل البيوت. وأنا بنصح إن كل أم تهتم بالرياضة بدري شوية، لأن الرياضة يعني بتدي باور جامد قوي للعيب في كل حياته، وبتدي له ثقة بالنفس حاجات كتيرة جدا. فأنا بقول إن أنا ما عنديش مشكلة خالص، لأن إحنا متعودين على السيستم ده من زمان، ودايما كده ايام الامتحانات عاملين لنفسنا برنامج معين ان احنا هنذاكر مثلا حاجه معينه في وقت معين، وعندنا تمرين في وقت معين، فبنبقى بنخلص دوت، هنخلص دوت عشان نروح التمرين، فبيبقى بقى ده حاجز بيخليها انها تخلص وتنجز معايا، وتبقى الدنيا مفيش بقى اي تعطيل من اي اتجاهات. بس ساعات بقى لما بيكون في بطولات اللي هي
الكبيره شويه بتبقى في ضغط شويه من ضغط نفسي، يعني مش ضغط بقى عادي، ضغط نفسي ان هي برضه عايزه تجتهد في التمرين وشايفه ان الوقت قصير والنهار قصير، فبيبقى الموضوع في شده شويه، بس شويه بشويه الموضوع بيعدي وبيبقى مفيش اي مشكله مع الرياضه. انا كأم عندي تجربتين، انا بقول ان الرياضه فعلا حاجه يعني كويسه جدا للجيل دوت، وان احنا لازم نحافظ كأمهات ان احنا ندخل ولادنا رياضه، بس كمان تكون رياضه مبكره، ولما يكون اللعيب بيلعب لعبه كويسه جدا هيدي فيها كويس جدا، وهيبقى نتيجه في الاخر حاجه مشرفه وحاجه كويسه. الرياضه ليها تاثير ايجابي في حياتهم ما شاء الله من الناحيه الدراسيه، عايزين نعرف ايه التاثير الايجابي كمان في النواحي الحياتيه وفي سماتهم الشخصيه. الرياضه بتدي ثقه بالنفس، وخصوصا الالعاب الجماعيه، يعني يبقى فيه روح مشاركه وفي تعاون وفي حب وفي عطاء. الالعاب الفرديه نوعا ما بيبقاش فيها حاجه زي كده، لكن اللعبه الجماعيه علشان بيبقوا جروب مع بعض، بيبقى في ارتباط ببعض، في تعاون مع بعض، بيعلمهم الثقه بالنفس والاعتماد على النفس. فانا بقول ان هي مش، يعني انا شايفه ان الرياضه ككل حاجه من ضروريات الحياه، زي الاكل والشرب بالظبط، التعليم جنب الرياضه بتبقى حاجه يعني حاجة كويسة. يعني تواجدكم اليومي في النادي بما انكم في فريق اكيد خلاكي تكوني علاقات صداقات كتيرة جدا مع امهات البنات التانية، هل العلاقات دي علاقات حميمة وطيبة وكويسة، ولا انت بتلاقي بعض الناس ممكن يصدر منهم روح كده فيها غيرة تنافس؟ قابلتي ده ولا انت دايما الحمد لله بتقابلي ناس حلوه جدا؟ انا بطبيعتي اجتماعيه وبحب الناس وبحب اختلط بالناس، فالرياضه خلتني برضو ارتبط اكتر باولياء الامور، ولما يكون جروب كويس بتحسي ان انت اسره واحده، زي الاسره في البيت بالظبط، بتكوني اسره في البيت، بتكوني برضو اسره في النادي مع اولياء الامور، مع صحبه كويسه، بتبقى برضو حاجه كويسه يعني. وبعدين انا يعني هو في طبعا بتبقى حاجات كده صغيره بسيطه، بس دي وارده في كل حاجه، مش في الرياضه بس، لا كمان في التعليم وفي الشغل وفي كل حته بيبقى في منافسات نوعا ما حتى لو بسيطه، بس مع الرياضه بتبقى يعني حاجة صغيره يعني. وبعدين هم سنه صغير، يعني انا مش شايفه ان في غيره ولا في حاجه، لا انا شايفه ان في حب وترابط، وخصوصا في الالعاب الجماعيه، يعني ان انا عندي لعبتين جماعتين، فانا ما اختلطتش قوي باللعبه الفرديه الا وقت قليل، فانا بقول انا ما لقيتش كده، الحمد لله انا لقيت جو اسري كويس واولياء الامور من الصحبه كويسه جدا، والنادي هنا ما شاء الله عليه يعني، فانا ما لقيتش الحمد لله رب العالمين اي صعوبات ولا اي حاجه الحمد لله. بتجهز اللعيب الاول كنفسيا وبعدين كده بقى بدنيا ومهاريا، بيبقوا مثلا في ماتشات، مثلا كان عندنا فاينل بطوله المنطقه، فكان عندنا ثلاث ماتشات ورا بعض فاينل فور، فالجزء الفني مهم جدا، الخططي والمهاري طبعا، يعني بتاخد مني وقت كتير طبعا قبل ما تتعامل مع اللعيبه وكده. والله كنت تسال صعبه طبعا جدا، في انت في ماتشات بتبقى مثلا ايكوال بتخلص في الثواني الاخيره، فبالنسبه للبنات، البنات غير الولاد، البنات برضو نفسيا ممكن غير الولاد خالص يعني، مختلفه، الولاد بيستحملوا عن البنات، لكن البنات في ضغط الجمهور بيأثر عليهم، والولاد لا، متعودين على الضغط الجمهوري اكتر يعني. والله ما شاء الله هنا يعني هي لعيبه متميزه من السنه اللي فاتت في ال 13 سنه، بس هي السنه دي ما شاء الله يعني مررنا كتير جدا جدا، هي فرق مستواها الفني، فرق بنسبه كبيره جدا في الماتشات، ما شاء الله لعيبه تالنت يعني، من اللعيبه المميزات محترمه جدا طبعا، من اللعيبه اللي هي بتشجع زمايلها في جوه الملعب وبره الملعب ما بتتكلمش خالص يعني، هي لعيبه ما شاء الله ولعيبه تالنت ولعيبه برضه في مستقبل النادي الاهلي.
البطولات اكيد بيحصل حاجات صعبه ما بتتنسيش، ايه اصعب المواقف اللي قابلتك وحلتيها ازاي؟ اصعب حاجه قابلتها ان بنتي كانت بتلعب ماتش وقعت على ركبتها، ركبتها اتفتحت وهي كان عندها اصرار وعزيمه انها تكمل الماتش، وطبعا الاصابه في الركبه بتبقى صعبه جدا، يعني مركز الحركه كلها، فكان الكابتن طلعها من الماتش، فهي قعدت على اللاين وكانت متضايقه جدا وقالت له انا عايزه اكمل الماتش، فهو قال لها بس انا خايف عليكي لان الاصابه جامده، فاصرت انها تدخل الماتش وتكمل الماتش وتعوض السكور اللي كان نازل في الماتش دوت، وكانت يعني كانت ما شاء الله يعني دخلت كان عندها عزيمه اكتر ما كانت الاول، وخلصت الماتش وطلعت من الاصابه. بس هي عندها مشكله، هي لما بيحصل لها اي اصابه حتى لو طفيفه بتتضايق، مش من الاصابه بتتضايق ان هي بتبعد عن الملعب، لان هي روحها في الملعب روحها في اللعب، فلما بيحصل لها اصابه كون ان هي تقعد في البيت فتره معينه ما تنزلش الملعب ما تلعبش، دي بتسبب لها في نفسيتها حاجه كده مش كويسه يعني. فانا دايما اقول لها يعني انت اتصابتي فلازم تاخدي وقتك كله علشان ترجعي احسن من الاول، فهي كانت تقولي لا بس انا ما اقدرش ان انا ابعد فتره كبيره عن الملعب، ودايما الاصابات بتبقى في الرجل من تحت، فده معنى بتبقى محتاجه وقت راحه مثلا اقل حاجه مثلا اسبوعين، فهي مثلا تيجي اول 3 ايام كده خلاص ما تبقاش عايزه تقعد، عايزه تنزل الملعب، فلما تيجي هنا الملعب الكابتن يقول لها لا انا عايزك تقعدي تريحي، فتبقى متضايقه يعني هي ازاي هتقضي كل الفتره دي الاسبوعين دول من غير ما تلعب ولا تنزل الملعب ولا تعمل اي حاجه، فبديب بتبقى بتضايقها شويه، بس برضو بتديها حافز بعد كده ان هي يعني تاخد بالها برضو وانها ترجع احسن من الاول. في علاقه عكسيه ما بين تواجد الام اليومي في الملعب مع ابنائها الابطال وما بين انها تقدر توفق علاقاتها الاسريه، وبتحصل مشكله كبيره جدا او بتحصل زي دروب كده في النواحي الاسريه والاجتماعيه، بتحلي الدروب ده ازاي؟ هو نوعا ما انا طبعا عندي معاناه صغيره لان انا سبت اسكندريه وقعدت في القاهره، فالموضوع بقى اصعب بكتير، يعني الاول لما كنت في اسكندريه كان الموضوع سهل او يعني كنت اقدر في اي وقت كده زياره على السريع كده ساعه اتنين، لكن دلوقتي الموضوع صعب مع الدراسه مع ان انا سبت اسكندريه وقاعده في القاهره، فالموضوع صعب شويه، بس هم اخواتي ابتدوا يتاقلموا بالوضع دوت يعني، فبيستنوا بقى اجازه كبيره شويه مثلا اجازه نص السنه او العيد او مثلا اجازه كده في سيزون الدراسه يومين ثلاثه ننزل بقى اسكندريه نغير جو نقعد معاهم شويه، بس هم حسوا ان احنا بعدنا عنهم نوعا ما يعني، الرياضه خدتنا منهم شويه، بس برضو برجع واقول يعني هم خلاص يعني شويه شويه هيتعودوا على الوضع الجديد يعني، وبيلتمسوا لنا العذر بقى خلاص. أروى محمد، بلعب من وانا عندي 4 سنين وبلعب مع كابتن خالد عياد. السبورت الوحيده اللي انا اللي حبيتها من اول ما بدات، عشان انا بدات جمباز وبعد كده لعبت سباحه وبعد كده لعبت الباسكت، بس هي الباسكت اللي هو انا اتخيرت ما بين السباحه والباسكت، فانا حبيت الباسكت اكتر فكملت الباسكت وكده. بقول لنفسي ان ما اتوترش عشان انا الصراحه بتوتر بسرعه جدا، فبحاول اهدي نفسي باي حاجه، واللي هو لازم اكون مركزه في الماتش والعب حلو، وحتى يعني لو حصل اي حاجه اللي انا ارجع لنفسي بسرعه وكده. هي ماما صراحه ساعدتني كتير قوي يعني مثلا في المذاكره، وساعدتني في الباسكت كتير وكانت بتشجعني كتير قوي في الباسكت، وانا صراحه بتشكرها جدا ان هي ساعدتني وكده. هي ماما كانت بتقول لي دايما ان انا لازم ادي لكل حاجه، يعني لازم ادي لكل حاجه يعني حاجه اللي انا المفروض يعني اللي هي المذاكره اللي انا اذاكر وفي الرياضه اللي انا اجتهد والعب وكده، ولازم نكسب، وكانت بتشجعني وكده. احب اقول لها شكرا جدا على كل هي حاجه عملتها. ابطال يعني غذاء صحي وسليم، بتعملي ايه علشان توفر لهم انظمه غذائيه وصحيه سليمه؟ هل بتروحي للدكتور؟ بتتابعي على الانترنت؟ بتعملي سيرش؟ بتعملي ايه؟ هو موضوع الاكل ده انا عندي معاه معاناه شويه يعني، اروى يعني
يعني بالنسبه للرياضيين مش تبع الرياضيين في الاكل والشرب، دايما الحاجات الصحيه المفيده مش بتبقى عايزه تاكلها او تشربها، بس انا بحاول دايما حتى في البوكس بتاعها بتاع المدرسه ان انا احط مثلا قطعه خيار، قطعه فاكهه، ساندوتش جبنه كده. لكن اروى ملهاش في اللبن ولا لها العصاير ولا الحاجات الحلوه، يعني حتى لما تعمل مجهود في الملعب واقول لها يعني اطلعي اشربي اي حاجه تديكي باور بيبقى الموضوع بالنسبه لها تقيل قوي. يعني انا بشوف حتى الرياضيين نوعا ما بيقبلوا على الحاجات الحلوه دي، بيبقوا عايزين يشربوها عشان تديهم باور. لكن اروى في الحته دي تبقى صعبه شويه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر. وحتى انا بقولها يعني انا الحمد لله بعمل كل حاجه في البيت وما بحبش اكل بره خالص، فدايما بعمل كل حاجه في البيت، فدايما اقولها يعني دي ميزه انك تاكلي كل حاجه صحيه، حاجه نظيفه، حاجه هتغذيكي احسن من الحاجات اللي موجوده بره. الحاجات اللي بره مش نظيفه ومش كويسه، بس ساعات طبعا لما يكون عندنا تمارين ومضغوطين غصب عننا بنضطر ان احنا ناكل بره. بس انا دايما يعني اقول لها، بس هي يعني تقريبا ممكن الوضع يتغير شويه لما تكبر شويه، انها يبقى ليها شهيه اكتر على الاكل، او انها تاكل بقى الحاجات اللي تديها باور، تديها سكريات. بالعكس بقى اخوها العكس، اخوها ما شاء الله تبارك الله يعني بيحب بقى الحاجات دي، وبيقول لي بتدينا طاقه بتدينا باور، والكابتن بيقول لنا كلوا كده واشربوا كده. لكن اروى الموضوع بالنسبه لها يعني شايفه انه عادي، يعني تاكل حاجه حلوه حاجه مش حلوه، ما تاكلش خالص مش مشكله. لكن الحمد لله بنعاني شويه من نسبه انيميا نوعا ما، بنحاول نعالجها بقى مع فيتامينات حاجات طبيعيه. بس طبعا انا بالنسبه لي الموضوع ده عامل معايا معاناه مع اروى كتير قوي. بطل رياضي يعني محتاج ميزانيه خاصه بيه هو لوحده. بتعملي ايه علشان تخصصي لهم الميزانيه دي وتستقطعيها من البيت والحياه عموما؟ هو يعني نوعا ما مش هو مش عبء مادي، لان احنا دلوقتي ظروف الحياه بتحطنا تحت بند ان احنا بنصرف مصاريف كتير قوي. يعني التعليم برضو بقى بند معين، بند عالي قوي في البيت على كل اسره. الرياضه برضو بقت زيها، بس احنا الحمد لله يعني كل اللي احنا يعني بيستنزفنا ماديا احنا مش بنزعل عليه. اللي احنا بنقول الحمد لله كل حاجه بتروح في طريق كويس وبتدي في الاخر ثمره كويسه، فده بالنسبه لنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني بيدينا باور ان احنا بنعلم ولادنا وبنربيهم كويس وبنصرف عليهم كويس، وبنلاقي نتائج برضو الحمد لله رب العالمين في الاخر. فدي برضو في حد ذاتها الحمد لله حاجه كويسه. يعني لا، هي هنا ما شاء الله هي مهاريا لعيبه مميزه جدا. طبعا مع زمايلها بتشجع زمايلها في كل كوره، حماسيه جدا في الملعب وبره الملعب برضو. يعني انا شايفها برضو يعني مستقبل مصر، منتخب مصر ان شاء الله ومستقبل النادي الاهلي. فانا شايف ان هنا هي تركز ان شاء الله عشان في منتخب السنه الجايه بتاعت 16 سنه ان شاء الله تكون من العناصر هي وزمايلتها. يعني ما شاء الله الجيل ده مبشر بالخير. يعني ان شاء الله لسه عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله. اقول لي هنا تركيزي، احنا زي ما لعبت فاينل منطقه كنت يعني ما شاء الله متفوقه جدا، بتمنى منك ان شاء الله في الجمهوريه باذن الله. والله بص انا بشكر اولياء امور الجيل ده بتاع 2006 بجد، يعني كل اولياء الامور ما شاء الله. انا يعني يمكن في شهر 7 و8 فتره الاعداد كنت بمرن بست سبع ساعات الصبح، اولياء الامور كلهم كانوا بيصوبوا اللي وراهم وييجوا. لا انا شايف دور ولي الامر مهم جدا جدا، وبالذات جيل 2006 ما شاء الله. يعني انا بشكر فعلا، يعني انا ما شفتش اولياء امور، يعني اولياء امور 2006 فعلا جيل مبشر بالخير باولياء الامور باللعيبه. يعني انا مبسوط جدا جدا من الجيل ده بجد. يعني والله بص انا يعني انا برضو يعني بنصح كل اولياء الامور، يعني يا ريت كل اولياء الامور كده زي 2006 ان هم جايين يتبسطوا. يعني هم وانا بقى يعني انا جايب ابني يتبسط في رياضه كره السله، والله كان بطل هيكمل، ما كانش بطل اهو جاي يتبسط. بس انا بقول ما شاء الله يعني جيل 2006 ده مبشر بالخير،
ممكن اقل حاجه 8 لعيبه درجه اولى، اقل حاجه 8 لعيبه منتخب مصر. وانا بقول لك انا عندي مشكله في الجيل ده ان اللعيبه كلها زي بعضها، يعني ما شاء الله ما شاء الله يا ربنا يحفظهم كلهم، جيل كله موهوبين، وانا غالبا ما شاء الله ربنا يحفظهم انا التمرين كلهم بيجولي، كان 2-3 ممكن يغيبوا، لكن ما شاء الله كل اللعيبه ملتزمه واولاء الامور بجد بجد بجد، يعني بشكرهم جدا، يعني ما فيش تمرين بفوتوه، يعني ساعات بمرن 9 بالليل خلص 12 بالليل في الشتاء الناس قاعد، يعني بشكرهم جدا جدا جدا. في نهاية حلقتنا دايما بنسأل البطلة اللي معانا ايه النصيحة اللي توجهيها لكل ام علشان تبقى بطلة زيك؟ انا نصيحتي لكل ام انها تبتدي الرياضة في سن بدري لاولادها علشان تحميهم من اضرار كتيرة جدا حوالين في الايام دي. احنا عندنا اخطار كتيرة جدا وعندنا خطر مهم جدا في كل بيت وساعات مش بنحس بيه اللي هو الانترنت، فانا بقول ان لما الام تدخل بنتها او ابنها في الرياضه وتشغل وقته كله بالرياضه مع التعليم دي في حد ذاتها حاجه كويسه، لان احنا العالم بقى منفتح جدا وجيل مش زينا خالص وعنده عايز حب استطلاع على كل حاجه، فلما احنا نشغله بحاجه مفيده زي الرياضه مع التعليم مش هيبقى عنده فرصه ان هو بقى يقعد على الانترنت او يتجه اتجاهات اخرى. فبنصح كل ام ان هي في سن مبكر تخلي ابنها يلعب رياضه ويكون بيحبها، عشان لو بيحبها هيدي فيها كتير وهتفرق معاه كتير، غير لما يكون بيلعب رياضه علشان خاطر مامته عايزاه يلعب رياضه. ففي حد ذاته اللعبه لما تكون الطفل او الشاب هو حبيبها هيدي فيها وهيعلى بيها، وكمان هتاثر عليه في دراسته لان الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. فانا بنصح كل ام انها تهتم ببند الرياضه زي اي بند في الاسره. مدام ولاء شرفتينا وكنا سعداء بيكي جدا. انا مبسوطه جدا ان انا تعرفت على حضرتك وكان لقاء لذيذ، وعايزه بس اوجه الشكر في الاخر لكابتن خالد عياد على مجهوده اللي هو عمله مع الولاد، ان هو تعب جدا السيزون دوت، والحمد لله رب العالمين برده ربنا كافئنا ان احنا طلعنا اول منطقة وإن شاء الله نطلع أول جمهورية. فبوجه شكري وتحياتي له وربنا كده يكرمنا إن شاء الله نطلع أول جمهورية إن شاء الله. متشكرة لحضرتك جدا. وبكده انتهت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في حلقة جديدة وبطلة جديدة والبطولة أمهات.